السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفه. هذه كما كتشوفوا عندي هنايا الفول. هذه الوصفه هذه كتجي بحال داك كاوكاو اللي مالح اللي كناكلوه، كيكون زويون. هذه الوصفه هذه ها زوينه وصحيه في نفس الوقت، ممكن تناولوها حنايا، يتناولوها الاطفال ديالنا، ناكلوها في وقت الفراغ، فهي زوينه وصحيه. كما كتشوفوا عندي هنايا، قلت لكم الفول شريته جاهز هكا، ها نقيتو. ردوا البال البنات، شي وحدين راه كيكون فيهم السوس، كيكون فيهم واحد البخوشه تتكون صغيره. المهم نقيوه مزيان وغنقعوه في الماء لمده يوم باش كيولي لينا فتي بحال هكا. ها انتم كتشوفوا الضهي كيتهرس، ها هكايا الضهي كيتهرس كيولي لينا فتي. وغنكملوا ان شاء الله تتمه الوصفه، بقاو معايا. من بعد ما كنسخنوا الزيت ديالنا مزيان، فاحنا كنرميو الفول ديالنا. بطبيعه الحال البنات النار تكون مهيله باش يجينا مقرمش في الماكله ديالو. فهو كنديروا له نفس الطريقه باش كنقليو اللوز، حتى هو منين تنحيدوه من الماء كنشفوه بواحد الزويه باش ما يطرطقش لينا. كنرميوه في المقلاه ديالنا، كنحركو من حين لاخر حتى كيبان لينا اللون ديالو ولا كيتغير كيولي ذهبي. دابا غادي نحيدو، غادي نحطو فوق الورق الناشف. دابا غادي نرشو بشوية ديال الملح وغادي نحاول نمزجو، فهو المذاق ديالو كيجي بحال كيجينا بحال الكاوكاو المالح، غير عاوتاني الفول المذاق ديالو بوحدو حتى هو زوين. هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش تابوناو معايا في القناه ديالي ساميه شانيل.